اكتشف مدير عام مشاريع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول المهندس أحمد السليم أن التصاميم الهندسية للحلول الدائمة قطعت شوطا كبيرا، وأنه بدأ العمل بها تزامنا مع تنفيذ المشاريع العاجلة، مؤكدا متابعة أمير المنطقة لسير المشاريع والرفع إليه بتقارير دورية عنها، وموضحا أنه تم الانتهاء من كراسات ومنافسات الحلول الدائمة تمهيدا لطرحها للمقاولين خلال أسبوعين. وأفاد سليم أنه سيتم ترسية مشاريع الحلول الدائمة على المقاولين بتطبيق نفس المعايير والإجراءات والضوابط وفق أفضل الممارسات المهنية العالمية التي جرى تطبيقها في مشاريع الحلول العاجلة، ومن أبرزها التركيز على شفافية ووضوح الالتزامات كل الأطراف، فضلا عن موضوعية التقييم الفني ثم المالي بهدف ضمان الكفاءة المهنية في التنفيذ وصولا إلى ترسية لصالح العطاء الأنسب. وأوضح سليم أن منظومة المشاريع الدائمة تمثل نتائج 3 ورش عمل تم عقدها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث ناقشت الأولى وضع آليات التنسيق بين الجهات المشاركة، فيما عرضت الثانية مراجعة واعتماد الحزمة التصميمية المرحلية، وتداولت الثالثة التنسيق الأمثل للمشاريع الحالية والمستقبلية في مدينة جدة، مشيرا إلى أن هذه الورش شهدت عرض ومناقشة الحلول الدائمة لحماية محافظة جدة من الأمطار القادمة. كان معكم من جريدة المدينة إياد حماد. سمير، في المرات الفائته كان في شرح هايل، يعني كان يغمر بالمياه بالامطار. الحين نفرجيك يا زين. إيه يعني ايش عملتوه؟ هذا عملنا لك تصريف كامل. أيوه. من عند الملك عبد الله. فوق اللي هو تقريبا بعد عند النفق عند الملك عبد الله الاندر اللي هو النفق. داخل ورا اللي هو البنايات الين اللي هو المصب هذا حق تجميع التدوير. أيوه. انك لما تتعبى المويه عندك في المحطه جوا او في البير، احنا نسميه البير. طيب يتعبى المويه لمستوى معين تشتغل المضخه الاولى. طيب لو جات كميه المويه اكثر وما المضخه الاولى ما ساعدت فتطلع المويه تشتغل المضخه الثانيه. طيب لو برضو ما ساعدت تشتغل المضخه الثالثه. طيب الـ اعلى مستوى اللي تعمل فيه المرحله الثالثه، والله هي تعتمد على حجم البير تحت. طيب تقسم الليفلز. جميع الاخوان الاعلاميين، الشيء الثاني هذا طبعا موقع ام الخير، طبعا ما يحتاج نعلمكم ايش اللي صار في 2011 بداية 2011. طبعا موقع السد القديم يمكن تقريبا ما يقارب 800 متر من هنا جهة الشرق. موقع السد القديم طبعا انشال بالكامل، الان صار في ربط بين السد الجديد وموقع القناة القديم اللي هي كانت تصل تحت السد القديم. طبعا اثناء التنفيذ اضطرينا ان نحفر المنطقه هذه بالكامل، زين واجهنا بعض المصاعب. اول حاجه يمكن تلاحظون بعض المناطق هنا هذه عباره عن صخور، فاضطرينا ان نستفيد منها كموقع تهدئه للسيل اذا جاء او تخفيف احسنت. الشيء الثاني اثناء حفر وجدنا انه في ردميات لا يمكن نتجاوزها، فاضطرينا ان نحرك السد يمكن مسافة عدة أمتار جهة الغرب. طبعا طول السد بالكامل أكثر من كيلو، يعني زي ما تشوفون من هنا من الجهة الشمالية حتى الجهة الجنوبية حتى بعد الصخرة هذيك تقريبا 1.60 كيلو بالضبط. طبعا ما في شك أنتم كأخوان إعلاميين تعرفون أنه المشروع هذا حظي باهتمام الحكومة، القيادة خادم الحرمين ولي عهد الكريم وصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة، واللجنة التنفيذية واللجنة قبل ذلك الوزارية اللي رأسها سمو سيدي ولي العهد. هذه الحظوة اللي حظي بها المشروع هذا كانت إحدى أسباب النجاح. نضيف إلى ذلك أنه طريقة تنفيذ المشروع كانت طبعا فريدة من نوعها. أول شيء كان في تعاون من جميع الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص وحتى المواطن البسيط اللي يسكن قرب يعني منطقة التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك يعني أثناء بداية المشروع كان لابد من وجود منطقة يعني فترة تصميم واللي هي شهرين كاملين. فترة التصميم هذه طبعا شهرين عشان تصمم سد زي هذا وقنوات